خالد. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسألون. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسألون. اسمع كلام محقق في قوله لا ينتمي عنه ولا يتبدل. الصحابة كلهم ومودة الخباتها أتوصل ولكل من قدر وفطر من شافع لكن الصديق منهم أفضل فأقول في القرآن ما جاء به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي وما أتأول فجميع آيات الصفات ومرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد وحدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل أبعي بمن نبدا القرآن وراءه فإذا استدل يقول قال الأفضل والمؤمنون يرون حقا ربهم فإذا السماء بغير كيف ينزله فأطر بالميزان والحوت الذي أرجو بأني منه ليلا أنهل فقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة فقد التقي إلى الجنان سيدخل فلكل حي عاقل في قبله عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد بن حنيف فان اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول. ما شاء الله. So the Sheikh says, والمؤمنون يرون حقا ربهم, and the believers will see their Lord in truth in the hereafter. So what's your proof of the Kitab or the Sunnah? We will be seeing our Lord for the day of resurrection. It is confirmed in the Quran, the Sunnah, and the consensus of the pious fellows. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, when the people of paradise enter paradise, Allah will ask them, do you need anything extra? And they will say, you have whitened our face and entered us into Jannah and protected us from hellfire. Then Allah subhanahu wa ta'ala will remove his veil and they won't need anything more beloved than seeing their Lord. Allah subhanahu wa ta'ala said, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادًا. Those who do right, this is good and rewards extra. Ahl-Sunnah wa Jama'ah believe that the believers will see the Lord in the hereafter. Barakallahu fi jazakallahu khair.